من يمر بهذا التقاطع ماشيا أو بسيارته يحتاج إلى خبرة ومهارة كي يعبر بسلام إلى بر الأمان. إنه تقاطع الكوفة الذي يربط مناطق حيؤور وسبع قصور ومدينة الصدر ببعضها البعض، حيث تكثر الحفر والتخسفات وتتجمع المياه الراكدة منذ سنين دون أن تمتد إليها يد أمانة بغداد، وهو ما فاقم معاناة الأهالي. هذا الشارع خدمي وشاد المنطقة كلية، الشيشان علي، حيؤور علي، سبع قصور علي، ومنفذ يطلع للحسينية علي ويطلع منها على الخان علي، فما حد بحاله هذا الشارع. هسه من تمطر الدنيا رايحين طسات راجعين طسات. المدخل مال مدينة الصدر وحي الكوفة وحي أور صار له بالست سنوات ما حد مبلطح. ليش نحكي وياهم؟ والله ها على الشعب، مدينة مال الصدر يقولون هاي مشمولينتم على الشعب، نروح للشعب يقولون لا والله انتم على مدينة الصدر، احنا منين جاي؟ من الفضاء. رداءة الطريق هذه ألقت بظلالها على حركة السير وتتسبب بحوادث مرورية، وخصوصا في ساعات الليل حيث تنعدم الإنارة وتصعب رؤية الحفر التي أضرت بسيارات المواطنين. احنا مطلبنا شعدنا، احنا نريد طريق مبلط، سيارات تفوت وترجع، نودي عائلتنا للمدرسة للمستشفى، ايش رايدين؟ يعني اذا يطيح عندك مريض بالشتاء تحير، المعوق ما يطلع، يعني شيله على ظهر. هذا المي اللي جاي السيارات تعبت، يعني حقيقه انا عندي سياره ثانيه كي شغله بي سايق، وقعت والله العظيم وقعت، يعني طست ووقعت بالشارع، جبت كرين وشلتها. حوادث مروريه يجي مثلا ابو السياره ما يشوف القدامه، لان هذا مظلم، لو تلاحظه بالليل ماكو مظلم، يعني ماكو ولا اناره ولا ابد. فاكثر من مره ومرتين لقينا حوادث هنا اضرار من وراء الطرق ومن وراء الطسات والتخسفات. يعني المعاناة تتفاقم عند تساقط الأمطار، حيث يواجه الأطفال صعوبة في الذهاب إلى مدارسهم، ويتعذر نقل المرضى إلى المستشفيات بالسرعة الممكنة. أوضاع دفعت المواطنين إلى مناشدة الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه المعاناة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.